أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال هذا المقطع سأجيب على سؤال طرح علي بكثرة خلال هذه الأسابيع الأخيرة التي تتزامن مع فترة التسجيل بمختلف الجامعات المغربية، والسؤال كالتالي: ما هي أسهل شعبة بالجامعة؟ لتتعرفوا الإجابة على هذا السؤال لا بد من إتمام المقطع لآخره ولا تتسرعوا. أقول وبالله التوفيق: لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بشكل عام، أي أن تكون هذه الإجابة مناسبة للجميع، وإنما وجب أن تكون هذه الإجابة بشكل فئوي وفردي، يعني حسب كل فئة وحسب كل فرد. فالإجابة التي تناسب هذه الفئة لا تناسب الفئة الأخرى، والإجابة التي تناسب هذا الفرد لا تناسب الفرد الآخر. فلا يمكن أن نجزم القول بأن هذه الشعبة هي الأسهل، ولا يمكن أن نقول بأن هذه هي أصعب شعبة، بل كل شعبة لها صعوباتها التي تختص بها وتميزها عن باقي الشعب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية للإجابة على هذا السؤال: حسب الفئات. فعموما الفئة التي يختص ويتميز أصحابها بالقدرة على الملاحظة والتحليل والتجريب والاستنتاج والوصول إلى خلاصة والبرهنة، هؤلاء يختارون شعبة من بين الشعب العلمية. وفي المقابل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرة على الملاحظة والتحليل والبرهنة والاستنتاج، فهؤلاء يختارون شعبة من بين الشعب الأدبية، لأنهم غالبا هذه الفئة التي تعاني من نقص في هذا الجانب تتميز بقدرة على الحفظ، وهذا سيعينها بشكل كبير في المواد الأدبية التي تعتمد على الحفظ بشكل كبير، وإن كانت تعتمد على الفهم أيضا، على عكس المواد العلمية التي تعتمد على الفهم بشكل كبير وتعتمد على الحفظ كذلك. إذن هذه المسألة الأولى. أعيد: الأشخاص والأفراد والفئة التي يتميز أصحابها بالقدرة على الملاحظة والفهم والتحليل والبرهنة والاستنتاج يختارون شعبة من بين الشعب العلمية، والذين يعانون من نقص في هذه الأمور السالفة الذكر يختارون شعبة من بين الشعب الأدبية. عفوا. الآن المسألة الثانية: ما هي الشعبة المناسبة التي سأختارها من بين الشعب العلمية، وما هي الشعبة المناسبة التي أختارها من بين الشعب الأدبية؟ هذا يتوقف بطبيعة الحال على الرغبة والميول. إذا كنت تميل إلى حل العمليات الرياضية والبرهنة والاستنتاج فستختار شعبة الرياضيات، وإذا كنت تحب التجريب والاستكشاف فستختار العلوم والفيزياء، وإن كنت تود معرفة الاقتصاد فستختار شعبة الاقتصاد، وهكذا. وفي الجهة الأخرى نفس الشيء، إذا كنت تميل إلى دراسة النفس فستختار علم النفس، وإذا كنت ترغب في دراسة المجتمع فستختار علم الاجتماع، وإذا كان لديك شغف بمعرفة التاريخ فستختار شعبة التاريخ، وقس على ذلك. إذن الآن سنجيب على السؤال ونقول أن الشعبة الأسهل هي الشعبة التي تم اختيارها بشكل صحيح وعن قناعة، مفهوم؟ إذن وجب اختيار الشعبة بشكل صحيح ومناسب، فهذه الشعبة التي ستكون سهلة بالنسبة لك لا لغيرك، هي ستكون مناسبة لك لكنها صعبة عند الكثيرين. أتمنى أن تكون قد اتضحت الصورة شيئا ما، وأتمنى لكم التوفيق كي لا أطيل عليكم أكثر. فجميع الشعب متساوية وجميع الشعب لديها صعوباتها، فقط اختر الشعبة التي تناسبك وتناسب مؤهلاتك وترغب في دراستها ولديك ميول تجاهها، وأبذل قصارى جهدك واستعد للجد والعمل، وستتوفق بإذن الله عز وجل.
وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.